الاتفاقية دي لصوم التراث. الاتفاقية فيها 3 أنواع من الملفات: ملف الممارسات الجيدة، وكان يطلق عليه أفضل الممارسات، ودي بتبقى عدد الملفات المقدمة بتبقى قليلة، وبتبقى تجربة نموذجية في الصون للتراث. تاني فئة من فئات الملفات هي ملفات العناصر المهددة التي تحتاج إلى صون عاجل، ودي من حق الدولة إنها تطلب مساعدة دولية، مبلغ من المال، علشان تعمل إجراءات لصون العنصر ده عشان تحميه من الاندثار. ثالث فئة هي العناصر الممثلة للدولة، هي القائمة التمثيلية، إنه مجموعة من كل دولة بتقول أن هذا العنصر لما تشوفه لازم تقول مصر، هذا العنصر لما تشوفه لازم تقول الهند، ودي أكتر الملفات بتتقدم على القائمة التمثيلية. فإحنا قدمنا في التمثيلية التحطيب، كان قدمنا السنة دي في الصون العاجل الأراجوز. فإذا الأراجوز في فئة الحاجات المهددة، العناصر التراثية المهددة التي تحتاج إلى صون عاجل.